تحت رعاية سعادة الشيخة هند بن سلمان آل خليفة رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة رئيسة مجلس أمناء مركز معلومات المرأة والطفل، أقام مركز معلومات المرأة والطفل التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة يوم أمس حفل توزيع جائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة العلمية 11 لعام 2019. وخلال كلمتها قالت الشيخة هند آل خليفة إن الجهود في وقتنا الراهن تتجه نحو الاهتمام بالأطفال وبالطفولة وبالسعي الحثيث نحو توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق طفولة آمنة ومستقرة خالية من العقد والتمييز والمشاكل والعنف بكل أشكاله. وشددت على أهمية الجائزة في تعضيد إجراء ونشر إنجازات المفكرين والباحثين والمختصين في مجالي المرأة والطفل في الوطن العربي ومنطقة الخليج ومملكة البحرين. وقد تم اختيار البحوث الفائزة من بين 35 عملا بحثيا بمشاركة 46 باحثا وباحثة من 7 دول عربية. طبعا هي جائزة عظيمة جدا وليها هدف سامي، وهي التعامل أو رعاية الأطفال مجهولي يعني الوالدين. البحث الحمد لله فاز بالمركز الأول. إحنا لقينا إشكالية إن الأسرة اللي بتفقد الأب بتبقى فيه مشكلة، اللي بتفقد الأم بتبقى فيه أزمة، ما بال حضرتك بقى الأسرة الطفل ملوش أب أو أم ومجهول الهوية، وبالتالي لازم الأطفال دول يتم احتضانهم وعمل برامج لاحتوائهم. وبالتالي تم عمل مثل هذه الدراسات للخروج ببرامج وآليات على الأرض يتم تنفيذها لرعاية مثل هؤلاء الأطفال. البحث كان بيتناول طبعا موضوع آليات التشريعات العربية في مواجهة الأطفال مجهول النسب، دراسة مقارنة، بمعنى أنها كانت دراسة مقارنة بين التشريعات العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع. طبعا التشريعات العربية أو معظمها تناول الموضوع من جوانب عدة، لكن طبعا كلها كانت بتؤكد على شيء أساسي، وهو موضوع أن انتقاد أطفال مجهول النسب فيما يتعلق بالتشريعات. التشريعات ليست كافية كما ينبغي فيما يتعلق بهذه التشريعات، هذا من جانب. من جانب آخر أنا أتخيل أن نحتاج إلى تشريع عربي موحد، وطبعا حتى حضرتك كتبتها في التوصيات الختامية أننا نحتاج إلى تشريع عربي موحد لتفعيل هذه القضية، قضية مجهول النسب. شرفني أن أنا فزت بالمركز الثاني في جائزة سمو الشيخ خليفة بن سلمان عن موضوع البحث مشاكل الأطفال مجهول الوالدين وتطلعاتهم المستقبلية، دراسة إثنوغرافية في محافظة المنوفية بمصر. دراسة سلطت الضوء على المشاكل اللي بيعاني منها الأطفال مجهول الوالدين في بعض المؤسسات الإيوائية. كانت دراسة أجريت على 3 مؤسسات، مؤسسة في 3 مراكز، أسفرت عن تعرض الأطفال مجهول الوالدين للعديد من المشاكل النفسية والاجتماعية، خاصة بعلاقتهم بالمشرفين، بعلاقتهم بزملائهم، بعلاقتهم مع أنفسهم، ماشي، انتشار الكذب بينهم، انتشار معدل السرقات، انتشار العنف، وتفكك العلاقة بينهم وبين المشرفين. والإدارة للمؤسسات كانت بتعاني برضك من مشاكل في عدم توفر الخبرة الكافية للتعامل مع الأطفال مجهول الوالدين.